هيباتيتس بي فيروس. هيباتيتس بي فيروس طلاب هو من عائلة اللي بدنا فيروس. شنو الفائدة إن ناخذ اسم العائلة؟ اسم العائلة أحيانا يفيدنا إنه نتعرف على طبيعة الفيروس شنو. مثلا هيباتيتس فيروس هيبا يعني هيباتيتس فيروس. اوكي والدي ان اي والدنا هي الدي ان اي يعني الاشبه فيروس يتكون لي من دي ان اي فيروس يصيب لي الليبر. فهاي الفائده من ذكر اسم العائله. اول شيء الهيباتيتس فيروس هو نعم فيروس وحيد من الهيباتيتس هو دي ان اي بس طبعاً بشكر الدكتور كريم إنه هو ذكر ملاحظة كلش مهمة إنه هيباتيتس فيروس هن كلهم ار ان اي فيروس عدا الأشبه فيروس هو دي ان اي فيروس مثل ما قلنا من اسم العائلة هو هيباتيتس فيروس. بداية الأشبه فيروس هو عبارة عن دبل ستران دي ان اي هو مكون من دبل ستران دي ان اي يكون انفلوب فيروس. شنو الفائدة من انفلوب فيروس؟ يعني إذا قلنا انفلوب فيروس شنو الفائدة من هاي الكلمة؟ إنه الانفلوب فيروس طلاب إذا الفيروس يكون حاوي على انفلوب فنعرف إنه ما ممكن إنه يدخل للإنسان ما ممكن إنه الانفكشن يكون عن طريق الأورال روت لأنه يتأثر بالأسيديتي والإنزيمز مال الجي آي تي فبالتالي ما راح يعني راح يكون الانفكشن روت مالته غير الأورال روت يعني راح يدخل لي بأماكن ثانية. هسه نعرف شنو عندنا الهيباتيتس فيروس هو بي 3 فورمز. الثري فورمز للهيباتيتس فيروس اول فورم اللي هو الدين بارتيكل اللي هو اسمه الفيريون والسبيرتال والتيوبولا. هاي شنو قصه الفورمز؟ طبعا طلاب احنا مثل ما نعرف انه الفيروس يدخل للخليه ويسوي ريبليكيشن داخلها. عادة طريقة الريبليكيشن اللي تصير انه هو اول شيء الفيروس يكون لي الجينتيك ماتيريال مالته اللي هي الدي ان اي عندنا من الهيباتيتس فيروس ويكون لنا الكور ويكون لنا الكابسيد والانفلوب كل واحد وحده يكونه فبالتالي وبعدين يسوي لي التجميع. اوكي فالدين بارتيكل هو الفيروس الكامل اللي يحتوي على كابسيد ويحتوي على انفلوب ودي ان اي كلهم متجمعات سويه بينما السفيركال والتيوبولا هذا هو عباره عن انفلوب او كابسيد ويا الانتيجينات مالته بس يكون ما في دي ان اي يعني عباره عن فيروس خالي. تمام طبعا هاي معلومه راح نستفاد منها بعدين هسه راح نعرض الانتيجينات ستراكشر بس حتى يكون يعني بالكم. الانفكشن with hepatitis B virus can lead to acute or chronic hepatitis. مثل ما ذكر سمعنا محمد انه الـ A والـ E يسوي لنا chronic بينما الـ B لا ممكن يؤدي لنا للـ chronic phase. الانتيجينيك ستراكشر طبعا الانتيجينيك ستراكشر كنا نعرف يعني شنو الانتيجينيك ستراكشر الهيباتيتس بي فيروس في 3 انتيجينيك ستراكشرز اللي هي الاولى اللي هي الهيباتيتس سيرفيس انتيجين. الهيباتيتس سيرفيس انتيجين طبعا هذا انتيجين يوجد على السيرفيس مال الانفلوب والستراكشرات الاخرى اللي هي عندنا الهيباتيتس بي كور انتيجين والهيباتيتس بي اكسترنال ار انفلوب اللي هي اسمها هيباتيتس اي انتيجين. طبعا لما يكون الانفلوب يعني لما يكون ماكو انفلوب يعني بس مجرد انه الكابسيد والدي ان اي راح يكون عندنا هذا الكابسيد يكون عندنا انتيجين على الجهه الخارجيه وانتيجين على الجهه الداخليه، بالجهه الخارجيه اللي يكون مقابل للانفلوب هذا الانتيجين يصير له الاكسترنال او الاي انتيجين اللي هو يدل لي على الاكسترنال او الانفلوب انتيجين، بينما اللي مقابل للدي ان اي اللي يكون من هاي الجهه يكون اسمه الكور انتيجين. المود اوف ترانسميشن طلاب
أول شيء نعرفه لازم عن الهيباتيتس بي فيروس إنه هو يكون يكونه فيروس نوع بالبلاد، يعني تكون الكوبيز اللي منتجة بالبلاد من الهيباتيتس فيروس تكون عالية جدا إلى درجة توصل 10 بليون كوبيز بالنظر واحد. فلازم نعرف إنه الهيباتيتس فيروس يكون كلش يعني هاي ليفل بالبلاد. فلازم يكون حذرين يعني نتعامل ويا دائما البلاد سامبل، لازم يكون انه حذرين لما نتعامل وياها لانه يعني خاف يكون البيشنت مصاب بالهيباتيتس بي فيروس. وايضا فعلى هذا الاساس انه المين روت يكون فيا البلاد او يكون بيركوتينيوس، يعني اي انجري اي جرح يعني بال ثرو ذا سكن ممكن يؤدي الى الانفكشن. وكذلك هو موجود الهيباتيتس بي فيروس بالاول بودي فلويدز، شلون يعني مثلا السمن، مثلا الفاجينال سيكريشنز ممكن يعني يكون بها الهيباتيتس فيروس، وحتى بالسلايفا. بالسلايفا يكون يعني كلش لو كونسنتريشن، بس هو ايضا يعتبر بما انه هو من البودي فلويد ايضا يعتبر يعني ممكن انه ينتقل من خلاله. مثلا يعني اذا كان عندنا بايت انجري، يعني مثلا اذا واحد مصاب بالهيباتيتس فيروس وسبب يعني اعاق انسان ثاني وسبب له انجري، ممكن ايضا يوصل للدم وينقلي الانفكشن او ينقلي الفيروس. لابراتوري دياجنوسيس، طبعا لابراتوري دياجنوسيس كليفر فانكشن تيست هاي خطوه مبدئيه عاده، انه اي مشكله تسبب الليفر نسوي ليفر فانكشن تيست ونشوف الاي ار بي والاي ار الاي اس تي. عندنا الخطوه الثانيه اللي هي نشوف الماركرز، عندنا عده ماركرات نشوف من خلالها او نستكشف من خلالها الهيباتيتس بي فيروس وين صار، يعني وين واصلها مرحله، وكذلك يعني نعرف وجودها وين بالضبط. اللي هو اول ماركر اللي هو هيباتيتس بي سيرفيس انتيجين، الهيباتيتس بي سيرفيس انتيجين هذا اول ماركر هو راح يستتر به عن الهيباتيتس بي فيروس. هذا عاده يكون موجود، طبعا احنا هذا قبل شوي حكينا عن السيرفيس انتيجين اللي قلنا موجود بالسيرفيس مال الانفلوب. فعاده يكون خلال الانكيوبيشن بيريود وخلال الاكيوت فيز بالعاده، لانه لما يكون عندنا اكيوت فيز بالانفكشن عاده يعني يدل على انه الفيروس اكتف وبينتج لي فيروسات متعدده بحيث يطلع لي هذا السيرفيس انتيجين التو، ومن خلاله نعرف انه الهيباتيتس سيرفيس انتيجين يعني يكون البيشنت مصاب به. عاده الهيباتيتس سيرفيس انتيجين عاده المفروض يختفي خلال 3 اشهر، بس اذا استمر اكثر من 6 مانث راح نعرف انه الهيباتيتس بي فيروس تحول الى الكرونيك فيز. الماركر الثاني اللي هو هيباتيتس سيرفيس انتي بودي، طلاب الهيباتيتس سيرفيس انتي بودي عاده ايش وقت يظهر؟ عاده يظهر لما يختفي الهيباتيتس سيرفيس انتيجين. شنو السبب؟ السبب انه بما احنا قلنا الفيرال اكتيفيتي الهيباتيتس فيرال اكتيفيتي مالته كلش عالي بحيث تنتج لي يسوي لي فيرال لود بالبلاد، عاده جهاز المناعه ما يلحق انه ما يلحق ينتج لي يعني انتيبوديات كافيه بحيث تطلع لي بالدم وبالتالي تطلع لي باللابراتوري دياجنوسيس. فعاده الا يختفي الانتيجين من السيرفيس انتيجين يختفي لي من البلاد، ذاك الوقت راح تطلع لي الانتيبودي وبالتالي نعرف انه صارت مناعه ضد الهيباتيتس فيروس. الهيباتيتس كور انتيجين الماركر الثالث اللي هو عاده ما نشوفه بالسيرام، ليش؟ لانه قلنا هو انتيجين يصير داخلي يعني داخل الانفلوب، فبالعاده ما نقدر نشوفه بالسيرام، بس راح نلقى اكو متكونه ضد انتي بادي لانه لابد مر على جهاز المناعه متكون ضد انتي بادي، فراح نشوف انتي بادي بالجسم يعني راح نشوف انتي بادي ضد هذا الانتيجين، بس ما راح نشوف الانتيجين هو نفسه لانه هو يحتاج بايوبسي وكذا الله يشاء. بالنسبه للهيباتيتس كور انتي بادي هو هذا اللي حكينا عنه، قلنا انه الكور انتي بادي هو اللي يظهر لي بينما الانتيجين ما يكون ظاهر لي بالسيرم. عندنا نوعين من هذا الانتي بادي الاي جي ام والاي جي جي، هيباتيتس كور انتي بادي اي جي ام واي جي جي. بالنسبه للاي جي ام عاده يظهر لي بالاكيوت
كنا نعرف ان الاي جي ام تظهر خلال الاكيوت فيز. وعادة هذا بيميز انه عندنا فترة معينة يسمون الويندو فيز جاب. هاي الويندو فيز جاب تصير فترة بين فترة ظهور السيرفس الانتيجين بالبلازما فترة اختفاء الانتيجين وظهور الانتيبادي. جان يعني احنا استطعنا عندنا هيباتيتس بي فيروس. هيباتيتس بي فيروس لما صار بالاكيوت فيز راح تلنا الانتيجين سيرفس الهيباتيتس سيرفس انتيجين. لما راح يبدي يسيطر الجهاز المناعي وتختفي مثل ما قلنا انه تختفي السيرفس انتيجين وتظهر لي وراها السيرفس انتيبادي. اكو فترة بيناتهم جاب انه اذا خلال هاي الفترة سوينا لابراتوري دايجنوسيس لا راح نشوف السيرفس انتيجين ولا راح نشوف السيرفس انتيبادي. الوحيد الماركر اللي راح نشوفه هو الهيباتيتس كور انتيبادي. فهي ميزة هذا الماركر انها تكون. بالنسبة للاي جي جي الهيباتيتس كور انتيبادي بالنسبة للاي جي اي عادة الاي جي جي عادة تظهر بالباست انفكشن سواء يعني تدل على انه هذا الجسم ماخذ مناعة وصار انفكشن سابقة وبتعافي الجسم من عندها. او تظهر بالاكيوت فيز اذا ظهرت يعني اذا ظهرت الهيباتيتس سيرفس انتيجين وياها الهيباتيتس كور انتيبادي راح تدل على انه المرض بالاكيوت فيز عفوا بالكرونيك فيز. الماركر الخاص اللي هيباتيتس اي انتيجين او الاكسترنال مثل ما سميناها عاده تظهر بالايت بيريود من الانكيوبيشن فترة متأخرة من الإنكيوبيشن وكذلك تدل على أنه عندنا سيفير إنفكشن. بما أن هاي الأنتيجين تكون أنتيجين داخلية يعني داخل الإنفلوب فوجودها يدل على أنه الفيروس ينتج كميات كبيرة جدا بحيث حتى الأنتيجينات الداخلية تطلع عليه فلذلك تدل على سيفير إنفكشن. الماركر الأخير اللي هو الانتيبادي اللي هو الهيباتيتس اكسترنال انتيبادي عادة يظهر لهذا يدل على المناعة يعني حال ظهوره يدل على الكونفلسنس وكذلك الريكفري. خلال الكرونيك فيز يعني لما احنا عندنا هيباتيتس بي فيروس بالكرونيك فيز عادة او هنا عادة في بعض الاحيان احنا شنو قلنا ان هذول الماركرات اللي قبل شوي ان مجموعه الانتيجينات اللي موجوده يعني نسوي من خلال اللابراتوري دايجنوستس مرات يصير كروس انتراكشن بيناتهم يعني مرات اكو خلال اللابراتوري دايجنوستس مرات يعني يصير اكو يعني مثلا اذا الواحد يعني سوينا اللابراتوري دايجنوستس وممكن يعني تطلع لي النتيجة بوزيتيف بس هو يكون يعني فيروس آخر يعني يميز بسبب الانتراكشن اللي يصير بالـ DNA مال الهيباتيتس فيروس فيغير لي الانتيجينيك ستراكشر بالتالي تطلع نتيجة التحليل خاطئة. فلذلك نستعين بالـ PCR. PCR هو يعني ميغر عادة انه نستخدمه بكل الهيباتيتس فيروس انفكشن يعني يسوي لابراتوري دياجنوستس من خلاله يعني باعتبار انه يتعامل ويا الدي ان اي بشكل مباشر يكون يعني مفيد اكثر. بالنسبه للتريتمنت احنا وي هاف نو سبيسيفيك تريتمنت للهيباتيتس بي فيروس لانه اكثر الحالات تكون يعني يكون الهيلنج عن طريق الاميونيتي يعني يتعافى الشخص المصاب عن طريق يعني يقدر يسيطر عليه الاميونيتي. لكن في حال الكرونيك فيز احنا عاده نستخدم او نحتاج التريتمنت لما توصل للمرحله اللي كرونيك عاده نستخدم اللاميوتيد اللي هو عباره عن نيوكلوتايد انالوج. هاي من خلالها تسوي لي انهبيشن للدي ان اي بوليمرايز وبالتالي تمنع ريبليكيشن مال الدي ان اي. وكذلك نستخدم الانترفيرون اللي هو ايضا يعني يسوي لي انهبيشن للفيروس ريبليكيشن. البريفنشن طبعا البريفنشن تكون عادة جنرال عندنا مجر وعندنا سبيسيفيك بروفيلاكسيس. الجنرال مجر ايضا نسوي سكريننج للبلد ترانسفيوجن اكيد لازم قبل البلد ترانسفيوجن نسوي البلد سكريننج وكذلك نسوي ال
الانفكشن كنترول براكتسز، يعني واحد يحافظ على نظافه نفسه، يعني يستخدم بيرسونال اكويبمنت مثلا يعني اذا راح للحلاقه او الى اخره، انه ما يتعرض لاي كونتامينيتد انجكشن. السبيسيفيك بروفلاكسيس، احنا نوعين من السبيسيفيك بروفلاكسيس، عندنا الاكتيف اميونايزيشن والباسيف اميونايزيشن. بالنسبه للاكتيف اميونايزيشن تكون الهيباتيتس فاكسين اللي هو اسمه الانتراكس. هذا الانتراكس هو فاكسين يعني مسوي له جينيتك انجينيرنج، وبالتالي نقدر نستفيد من عده بالاميونيتي. يكون على شكل 3 دوز بالزيرو، يعني لما يكون لأول مرة ياخذ الفاكسين، وبعدين افتر مانث وافتر 6 مانث اللي هي الجرعة الثالثة. اما عند الانفانت فالجرعة الاولى تكون بعد شهرين، والجرعة الثانية 4 اشهر، والثالثة تكون 6 اشهر. الباسيف اميونايزيشن هاي لما يكون عندنا مثلا احد صار له اكسبوجر، يعني اتاكد انه مصاب بالهباتيتس بي فيروس، فيحتاج اميونيتي سريعة تنقطع، يعني فنستخدم له اميونوغلوبولين، ويعني وكمان نسويه الاميونوغلوبولين نستخدم له الفاكسين. يعني الاميونوغلوبولين تشتغل بسرعة، الفاكسين بين ما يشتغل يبدي يشتغل عن اميونيتي اللي بالجسم راح تكون اميونوغلوبولين يعني مأدي وظيفتها بجهاز المناعة، بالتالي راح يعني يتعافى. شنو استهدف؟ defective viruses هو بسبب
يعني ارتفاع وجود السيرفس انتيجين، يعني الابره مالته ما بيها انتيجينات، فبالتالي راح احنا شنو ذكرنا قلنا انه الهيبتايتس بي فايروس لما يدخل راح ينطي راح ينتج انتيجينات بدون دي ان اي، قلنا انه امبلوت خارج من دي ان اي. فعاده الهيبتايتس بي فايروس لما يصاب بالبيشنت يكون ويا الهيبتايتس بي كونفكشن، يعني عاده يصاب البيشنت باثنين عاده يسوي حتى الهيبتايتس بي فايروس يسوي لي ديزيز. بسبب اللاك اللي صار بالجين، يعني بالجينات مالته ما يكون اللي يصير في الانتيجين، بالتالي راح يستعين بالبي فايروس حتى ينطي انتيجينات وبالتالي يسوي لي الانفكشن. Thank you.
تايب 2 cases هي تتحول الى chronic phase والchronic phase دائما بالهيباتيس فيروسز يؤدي لأعمال الباسيروسز او هيباتيس سيلولار كارسينوما فهي هاي الخطوره انه الchronic دائما يكون اخطر يعني يكون خطر ممكن يؤدي للكارسينوما او الباسيروسز واثنيناتهم يعتبرون fatal يعني قاتله. بالنسبه للابراتوري دايجنوسيس بالنسبه للسي فيروس عاده نستخدم الاليزا وعادة تحليل الإلايزة هو يصير انتراكشن بين الانتيجين والانتيبادي يكون اكو انتيجين محضر بالمختبر يعني يفعله ويا البلد واذا صار اكو تفاعل النتيجة تكون بوزيتيف واذا ما صار اكو تفاعل النتيجة تكون نيجاتيف بس الإلايزة عادة يكون تحليل عام يعني اذا طلع لي بوزيتيف احتمال انه يعني مو دائما يكون دقيق نستخدم الريبة لأنه الريبة تكون أكثر سبيسيفيك يعني الإلايزا إذا طلع بوزيتيف لازم نتأكد بالريبة بس إذا طلع نيجاتيف لا يعني خلاص نكتبي أنه ماكو فيروس الريبة يعني يكون أكثر سبيسيفيك للأكسي فيروس ونرجع للبي سي آر طبعاً بي سي آر يستخدم ب يعني يكون كلابراتوري دايجنوسيس من خلاله بأكثر أنواع الفيرال إنفكشن يعني مميزات الـ PCR بالـ HC يكون أولاً ينطيني نتيجة بالـ Early Cases وكذلك يعني شو بدي البرزنس مال الـ Viral RNA وكذلك يقول لي إذا Viral Active يعني إذا كان Active أو Latent وكذلك ينطيني نوع الجينوتايب عن الفيروس يعني هذا جينوتايب 1 2 الى اخره وبالتالي يعني يكون الدياجنوستيك مالته كلش ممتاز. بالنسبه للتريتمنت عاده يستخدمون الانترفيرون الكومبينيشن انترفيرون والبريفابايرين بالجينوتايب 2 3 يكون اكثر افكتيف وبعدين التايب 1 عادةً يستخدمون السوفالدي والريبافايرين بالجينوتايب 2 و 3 وكذلك السوفالدي والانترفيرون يعني كومبينيشن مالتها معالجة الجينوتايب 1 وكذلك 4 بالنسبة للبريفنشن أيضاً بالانفكشن كنترول اوف براكتس احنا مثل ما ذكرنا انه لازم ما يكون سبويلر للبلاد سامبل ممكن انه نشوف بها انه يكون مصابين البيشنت بالهيباتيتس سي فيروس وما تعرض يعني كونتامينيتد نيدل الى اخره جماعه التاتو يعني الرشوم وكذا لازم ياخذون حذرهم بشكل افضل والافضل انهم يستخدمون بيرسونال اكويبمنت. هيباتيتس جي فيروس اللي هو الفيروس الاخير عادة هذا الفيروس يشبه لي السي فيروس هيباتيتس السي فيروس ايضا يكون من عادة الكابي فيروس ينتقل من خلال الدم وكذلك يتحول الى ممكن انه يتحول الى كرونيك هيباتيتس الديتكشن مالته يكون عن طريق الار تي بي سي ار والار تي بي سي ار عادة يصير بينا تحويل من الار ان اي للدي ان اي وبالتالي يصير الديتكشن مالته. هاي اوفر فيو يعني تكون مفيده لكم اذا تطلعون عليها هسه نجي للاسئله. سيمتوم اوف هيباتايتس عاده شلون تكون تايردنس يعني فتيك اور لو فيفر اور نوجا اور اور
طبعاً الـ all of above. Which form of hepatitis can be passed only through contaminated food and water? من هو اللي عن طريق الـ contaminated food and water يصير؟ B, C, A and E, double A and E. الإجابة هي C, A and E. Which form can exist for years without symptoms? من المعتاد ممكن يكون without symptoms. B, C, D, double N. D. D. هنا كل D. عندنا الفاكسين اللي يكون هم فيه develop to protect against food hepatitis viruses. من المعتاد من A, لور D, لور D, لور A و B. D اللي هو A و B. The blood test can confirm hepatitis. Doctor look for any elevated amount of which for these. عادة إنه الدكتور شنو يشوف حتى يعرف إنه ممكن على hepatitis. وعند الدكتور كالسيوم تبين على ليبر إنزيم. شكرا تبين. شكرا حسنا.